النهاردة جامعة مصر علوم والتكنولوجيا بتستقبل السيدة الأولى لدولة جامبيا، ودي بتأتي في إطار دعوة كريمة من وزارة الخارجية المصرية لسيادتها لزيارة الدولة وزيارة الجامعة بصفة خاصة. والحقيقة الزيارة بتأتي وسط حضور من شخصيات كبيرة، وزراء وسفراء زي ما حضراتكم شايفين، وأعضاء التدريس. والمفروض إن شاء الله أنه هنتطرق لبعض سبل التعاون، أشكال التعاون العلمي وبخاصة في مجال الطب. هي سيادتها هتزور المستشفى الجامعي، وإن شاء الله يعني هتقف على كل الإمكانيات الموجودة فيها. وفي اقتراح أنه يتم عمل بعثات هناك لدولة جامبيا طبية من خلال القوافل الطبية بتاعتنا، ومن خلال إن شاء الله كلية الطب. وإن شاء الله يعني تبقى زيارة مثمرة، وتعمق بقى التعاون التاريخي بين مصر وبين جامبيا، وفي إطار طبعا كل ده في إطار رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي تحت رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. دعم التعليم والصحة في أفريقيا هو ده العنوان المؤتمر. التعليم في المقام الأول، والصحة طبعا بتيجي في كأولوية تانية. هما عندهم زي ما اتكلمت مع سيدتها، عندهم مشكلة كبيرة في الإمكانيات المادية والإمكانيات البشرية في القطاع الصحي. وإن شاء الله يعني من خلال هنا الزيارة دي، ومن خلال طبعا التعاون مع وزارة الصحة المصرية تحت إشرافها، طبعا تحت إشراف وزارة التعليم العالي المصرية، إن شاء الله هيبقى في توقيع بروتوكولات تعاون، إن إحنا نقدر نحاول يعني نحل المشكلة اللي عندهم دي، ونساعد على قد ما نقدر في حدود إمكانياتنا وفي ضوء المطلوب مننا إن شاء الله. السيدة الأولى في الحقيقة قالت لنا النهاردة إن هي عندهم مشروع كبير، وهو إنشاء مركز للأمراض السرطانية. وجامعة مصر في الحقيقة يعني رحبت بأن تكون أحد الأطراف اللي هتشارك في إنشاء هذا المركز لدولة جامبيا، وهنقدم لهم المعونة الفنية اللازمة، لأن عندنا مستشفى، وفي المستشفى عندنا 160 أخصائي استشاري، فلذلك عندنا القدرة أن نقدم هذه المعونة الفنية لدولة جامبيا إن شاء الله. دولة جامبيا من الدول المتوسطة الحجم، موجودة في غرب أفريقيا، وفي حقيقة الأمر تحتاج إلى الكثير من الدعم التقني والمهاري والفني، واللي يتمثل في قدرة الحكومة المصرية على تقديم الدعم لكل الأشقاء في القارة الأفريقية. هذا الدور اللي كانت مصر بتلعبه طوال عمرها، وعادت بقوة وبأكثر قوة بعد رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي هذا العام، ورئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي. بنرسخ ونؤكد على دور الحكومة طبعا، ودور المجتمع المدني، ودور الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية على تقديم كل الدعم للقارة الإفريقية في كل البلدان الإفريقية اللي بتطلب. وإحنا يعني عرضت جامعة مصر عليهم أن يكون في الكثير من المساحات الطبية، والكثير من رفع الوضع الصحي الموجود في دولة جامبيا. السيدة الأولى أبدت سعادتها بهذه الزيارة، وحتى وهي ماشية كانت أبدت إن هي الزيارة كانت مثمرة جدا بالنسبة لها، وعلى وعد بإن يبقى في زيارات تانية وتعاون. المواضيع اللي تطرقنا لها في الزيارة دي كانت عن الاستراكشر أو التركيبة اللي المفروض إن تكون عليها المستشفيات اللي بتقدم خدمات كبيرة لعدد كبير من العيانين، سواء من حيث القوة البشرية أو من حيث الأجهزة والإعدادات اللي تبقى موجودة جوه المستشفى نفسها.